عندنا خبر قطع المية دوت. المية هتتقطع عن عدة مناطق بالجيزة، عن هضبة الهرم، اسكان الضباط، اسكان الشباب، اول طريق مصر الفيوم الصحراوي، اول طريق مصر اسكندرية الصحراوي، يمين وشمال شارع فيصل، شارع الهرم ومتفرعاته، كفر هرمز، منشية البكاري، كفر غطاطي، الطلبية. المية هتقطع على المناطق دي، هنقولهم تاني بس بعد ما نسمع اللي هو العميد السرفي. العميد محي السرفي متحدث باسم الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي. سيادة العميد مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، والسادة المشاهدين يا رب يكونوا بخير يا فندم. هو سيادتك دي تاني مرة تقطع المية عن نفس المنطقة دي؟ انا يا فندم يعني متشكر ان حضرتك جاءت هذا الخبر، عشان احنا كشركة قابضة بننفي هذا الخبر جملة واصل، يعني لان حضرتك اللي حصل ايه؟ ان احد المواقع الالكترونية اللي ما عرفش توجهها ايه بالظبط، يعني اعلنوا عن قطع المية ده، واحنا ما اعلن يعني ولا في قطع ميه ولا اي حاجه. بس ده ست العميد ده مكتوب في المصري اليوم، وده جورنان كبير. لا يا فندم، انا المصري لو اي جورنان خدوا عن موقع الموجز او موقع اخباري، هما موقعين يا فندم نزلوا الخبر ده، وسياده المحافظ يا فندم كذب الخبر ده، لان احنا طيب. ما اعلناش ابدا عن قطع ميه تمام طيب. انما هما خدوا البيان بتاع الاسبوع اللي فات ونزلوه الاسبوع ده لاحداث بلبله في الشارع او في محافظه الجيزه، انما احنا طيب. ما عندناش قطع ميه. طب خلينا نسال سياده العميد، هو المنطقه دي كانت قطع عليها الميه الاسبوع اللي فات اظن او اللي قبله؟ الاسبوع اللي فات يا فندم احنا نزلنا وصلحنا، خلصنا تصليح وخلصنا تصليح من في نفس تمام. اليوم يا فندم. طيب المنطقه دي يا سياده العميد، انت فاكر انت كنت عندي هنا شرفتني في حوار أيوة. صريح جدا ودقيق جدا وبالارقام، انه المنطقه دي في مشكله في الجيزه بشكل عام، في 30 الف متر مكعب ميه اظن حاجه زي كده. لا هل حليتوا المشكله ولا ايه؟ 100 الف يا فندم اللي هم بتوع القاهره الجديده، سياده الوزير مصطفى مدبولي يوم ال 15 زي ما وعد يا فندم 15 سبتمبر راح وداس الزرار بتاع الطنباط، دخلت اكثر من 100 الف متر مكعب ميه حضرتك للقاهره الجديده. قعدنا نظبط في حوالي يوم ونص كده اهوت جميع الضغوط عشان نعمل عمليه استقرار. تمام سياده العميد، القاهره الجديده القاهره الجديده حلت مشكلتها كما وعدتم، وبنشكركم شكر كبير على ده. الحمد لله. كان في عندنا عجز 30 الف متر مكعب في الجيزه، اتوفروا ولا لسه؟ لا لسه دي يا فندم، احنا جاري العمل في حاجه، يعني احنا بنخلص حاجه. طيب سيادتك احنا بنقبل وعودكم، قول لنا مثلا قدامنا قد ايه ان شاء الله؟ هو يا فندم احنا دلوقتي احنا عندنا لغايه شهر 11 طيب. في حوالي 6 محطات هتخش تباع ميه وصرف. هتوفر كم متر 6 المحطات سياده العميد؟ نعم يا فندم، 6 محطات هيوفروا كم متر ميه؟ لا ده حضرتك مش كل، يعني في محطة بتنتج لي 30,000، وفي محطة بتطلع لي 80,000، وفي محطة بتطلع لي 160,000، فكلهم مختلفين في السعة أو في الكميات، إنما طيب. حضرتك يا فندم هتعمل لي طفرة في بعض المناطق إذا كانت في الصعيد أو في بحري، إنما الجيزة يا فندم إحنا بنعمل لها خط جاي من أكتوبر لغاية هضبة الأهرام، ده خط 500 ملي هينهي لي مشكله طيب يعني الاهرام والمريوطيه طيب. واللي هي الحته بتاعت فيصل يا فندم. طب سياده العميد يعني نقدر نقول قدام الجيزه شهر شهر ونص ان شاء الله الامور تبقى تمام ان شاء الله يا فندم، وكل يوم جديد في عندنا. طيب ربنا معاكم سياده العميد، ربنا معاكم سياده العميد، ربنا يوفقكم، وتحياتي لكل المسؤولين عندك في الشركه، شركه الصرف الصحي المياه والصرف الصحي بالجيزه سياده العميد محي الصرفي، بنشكره وبنشد على ايده. كل واحد بيشتغل بزمة في مصر يعني عمنا وسيدنا وفوق راسنا. طبعا انتوا عرفتوا انه في 35 الف طلب تقدموا للفيروس سي في الـ في الـ في الموقع، الموقع الالكتروني ده مش مكان نروحه، الموقع الالكتروني ده مكان على الكمبيوتر، يعني خش على الكمبيوتر تلاقي الموقع الالكتروني، ويا ريت زمايلنا نحط العنوان اللي حطولنا الدكتور العزيز مجدي صرف امبارح.
خش على الموقع، حط اسمك، اسم الوالدة، بطاقتك الشخصية، محافظتك، واستنى شوية 24 ساعة. هيجيلك بعد ال 24 ساعة رد يقولك. هتعرفوا ازاي الرد؟ هترجع تخش تاني على الموقع وتكتب اسمك ورقم بطاقتك واسم الوالدة واسم المحافظة، هيروح طالع لك على طول معادك في الحتة الفلانية في المركز اللي انت روحته، اللي هو في المركز اللي هتروحه في بلدك. انت من سواج، انت من منيا، انت من طنطا، انت من دمنهور، عندك مركز طبي قريب منك، هتروح فيه وتتم اجراءاتك كلها ان شاء الله هناك، وتقوم بألف سلامة ان شاء الله. مش عايزين لعب، مش عايزين تدخلات، مش عايزين حد يطلب الوزير، مش عايزين حد يطلب مكتب الوزير. خلينا نعمل مرة حاجة حلوة. حاجة حلوة ايه؟ انك تبقى جدع. جدع يعني ما تاخدش حق غيرك. هي دي الجدعانة، هي دي الجدعانة. مش انك تضرب مراتك، لا دي مش جدعانة، دي خيبة. جدعانة انك انت ما تاخدش حق غيرك، وحقك هتاخده بالطريقة اللي احنا عاملينها دي، اللي عاملينها الاساتذة الدكاترة، عاملين حاجة رائعة وممتازة ونحييهم عليها كل التحية. تعالوا بقى نشوف تقرير اخير عشان نقابل الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة. عندنا أسئلة مهمة ليه، الجامعة داخلة وكلنا يعني كلنا عندنا قلق كبير مما يحدث، مما قد يحدث في الجامعة، وإن شاء الله ما يحصلش حاجة. تعالوا نشوف تقرير اسكندرية للأسمنت ونعلق عليه برضو مع بعض، نشوفه كده ونرجع مع بعض. منطقة وادي القمر غرب الإسكندرية، واللي ما يعرفش عن منطقة وادي القمر، هي منطقة وادي القمر كانت مشفى صحي، هي منطقة، وهي منطقة المكس، كان بيجوها شعراء من شتى بقاع الأرض عشان خاطر يستشفوا فيها. ده كان قبل ما يجي مصنع الأسمنت، ولما جه مصنع الأسمنت أنشئ سنة 48، ده سبب كوارث بيئية وسبب أضرار صحية لقاطني السكان. دلوقتي وادي القمر عملوا المصنع ده، كل وادي القمر النهارده فيها 60-70 ألف نسمة، كلهم عندهم الربو الحساسية. غير التلوث السمعي بقى، كلنا بقينا طرش، كلنا اللي قاعدين في البيت نزعقوا لبعضينا عشان نسمعه. وبعدين بيجي بالليل بعد ما الناس ما بتنام، تبص تلاقي تراب طالع بكمية فظيعة، زي ما يكونوا بيستغفلوا الناس أو بيضللوا الناس. التراب ده من أول امبارح، العربية واقفة من أول امبارح غسلها. بصوا عامل ازاي التراب. يرضي ربنا ده؟ يرضي أي مسؤول في الدولة ده؟ وده الاسمنت ده ايه ده؟ يعني عايز افهم ده، يعني ده اسمنت في وسط المساكن ازاي؟ مش حرام عليكم؟ احنا كاهالي وادي القمر ملناش مطالب كتير غير ان احنا نعيش عيشه ادميه، واعتقد ده بعد ثورتين مش كتير علينا ان احنا كمواطنين ننعم بحقنا في الحياه في هواء نقي لاطفالنا. بتجيب انت الغسيل بتاعك، لو نشرت غسيل بتجيبه من على الحبل كله تراب واسمنت. يعني مفيش حاجة النهاردة عشان نخش البيت أنا لازم استحمى 3-4 مرات أغير هدومي. أنا لو أوري لك جسمي كله من التراب والحساسية، وصدري لما يقبض عليا كده ما بقدرش أخد نفس خالص. مش الحكم السن يعني، ده من وأنا صغيرة وأنا قاعدة هنا. من أول الشهر اللي فات جات لي أزمة في صدري، ما بقتش قادر أتنفس ولا قادر أتكلم ولا قادر أمشي، والصدر طابق ومش قادر يعني بق الميه مش قادر اقاوم فيه، يعني مسكت الكوبايه ابلع بق التاني مش مقاومه. كل يوم اكنس جاروف من البلكونه، جاروف اسمنت. انا لو حوشت الاسمنت من يوم ما سكنت كنت بنيت عماره بامانه، من كتر ما كل يوم اكنس البلكونه اطلع جاروف اسمنت. اشتكينا رحنا البيئه، عملت طلب وقالوا لي هنيجي نعاين ونشوف. بقى لنا حوالي 4 شهور محدش طبعا جه ولا حد سأل فينا. كنا رافعين قضايا على الشركه بان المصنع ده يتشال مننا، هو زي وزي مصنع حلوانه ما اتشال. يعني ده المفروض المصنع ده في نص البلد، احنا النهارده اصبحنا نص البلد. زمان انا ما كنت شاب عندي 20 سنه كنت بقول انا عايز اروح المنشاه اتفسح، على سنين نص البلد. النهارده اصبحت المنطقه اللي انا فيها ديت هي نص البلد بالنسبه للتوسعات اللي حصلت على مستوى المحافظه. فالنهارده لما يبقى مصنع ده في نص البلد وجنب لا مخزن في وسط اهالي وفي 80 ألف بني ادم جنب منه ومحدش قادر يتكلم، واصحاب النفوذ واصحاب المصالح واصحاب 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 وما ادراك ما الاصحاب. الله 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 الله. يعني اعتقد انه من حقنا
كناس بنعبر عن مشاكل او بنسجل مشاكل الشعب المصري، ان احنا نطلب من السيد رئيس الوزراء، من السيد الرئيس، من اي مسؤول في البلد، ان هو على فكرة ده موجود في بعض الوزارات، يعني اللي انا متأكد منه انه موجود في وزارة الداخلية، انه التقارير والحاجات مشاكل الناس دي يشوفوها، يعني يبقى في لجنة مخصوص مشكلتها انها تبص في الحاجات دي، مش عندي لا، ده عند كل زمايلي الاعزاء كلهم، كل التلفزيون، ويشوفوا الدقيق منها ويحلوه، واللي مش دقيق منها يقدموا فينا شكوى في هيئة الاستثمار، يقولوا الناس دي بتعمل باطل، الناس دي بتروج حاجات ضد الرأي العام، ويسجنونا. انا موافق، ما عنديش مانع ابدا، اذا احنا زعنا حاجة كاذبة يعملوا ما عايزينه، اذا كانت مقصود، انا قاصد ازي حاجة، انما انت شايف الصورة هي بتقول ايه، ادي المصنع وادي الحي وادي القمر اللي فيه 80,000 ناس، اهو المصنع اهو والناس اهي، في حاجة اكتر من كده؟ في حاجة اكتر من كده؟ الشارع اهو والناس اهي والبيوت اهي، الدكاكين اهي، الدكاكين اهي قدامك اهي، وادي البيوت وادي البتاع بتاعت المصنع اهي، عايز ايه تاني؟ يعني الصورة بتقول ايه بقى؟ طيب استاذ محمود التمامي العزيز، زميلنا العزيز مرسلنا، عمل اللي عليه وجاب القضية، طب نعمل ايه الوقت بقى لو ما حصلش حاجة في المصنع ده؟ نعمل ايه؟ ادي الجامع، ده جامع، ده جامع، اتفضل الاسمنت عامل ازاي، شفت الراجل عامل في العربية ازاي، وشفت ازاي الست قالت في البلكونة ازاي، ده هما ما عرفوش حاجة تانية غير الراجل اللي قال انا مش عارف اشرب المية، ده كل ده بيخش في الصدر، بص المنظر، كل ده بيخش في الصدر، ده بيخش صدرهم هما مش واخدين بالهم، بيتنفسوا اسمنت، يعني 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 ما ينفعش. يعني عندنا الدكتوره الوزيره ليلى اسكندر، بص الشجره عامله ازاي، شوف البؤس، بص البيوت، بيوت في وسط، يعني ينفع الكلام ده بالذمه؟ والناس عيني بتتعود وتقعد تلاقيهم قاعدين عاملين قهوه وبيشربوا شاي وبيشربوا وبيلعبوا كوتشينه، هيعيشوا، امال هيعملوا ايه؟ يعني هيتجمدوا جنب المصنع؟ هم بيعيشوا خلاص، يعني ايه اللي ممكن يعملوه؟ طيب احنا بقى كمان ايه اللي ممكن نعمله؟ يعني يعني مش هنقول كل حاجه الرئيس الرئيس، ولا كل حاجه رئيس الوزراء رئيس الوزراء، انما نقول ايه بقى؟ يبقى في جهه في البلد، يعني جهه في البلد مسؤوليتها متابعه ما يكتب في الصحف من مشاكل، متابعه ما ينشر في جميع محطات التلفزيون من مشاكل، وعلى ان الدوله ان هي تحل مشاكل الناس دي، وفي نفس الوقت تعاتب او تعاقب اللي ينشر كلام كاذب، اللي يقول كلام بس يبقى قاصد، يعني ما ممكن طبعا احنا بننشر حاجات ممكن تطلع مش دقيقه، لكن نعتذر عنها ونقول ما حصلش، ونقول ده كلام، زي مثلا خبر المايه ده، جبنا العميد الصرافي قال لنا ما حصلش الكلام ده مش دقيق، فاحنا يعني يا جماعه شويه صحصحه، اما نشوف حد هيعبرنا ولا حد يقول انه هنعمل لجنه، شكل تشكل هيئه، تشكل بتاع، شوية شباب يشتغلوا في حتة زي اللي بيشتغلوا على التليفونات والحاجات دي، تبقى شغلتهم يشوفوا الحاجات دي ويبحثوها بقى، مش شغلته انه يسجل بس، لا، يبقى في عنده امكانية ان هو عنده عربية تروح توصل وادي القمر وتشوف التقرير ده طبيعي ولا مش طبيعي، تتكلم مع المراسل اللي عمل التقرير، تروح المكان، نحاول نشوف حل للمشكلة.